شيناها على قولة فايق الشيخ علي. زين اي وهاي على اساس هاي الاخت بريطانيه الله وكيلك يمكن جايبينها من امريد بصابغينها ما ادري يمن. الله ينتقم عليكم ان شاء الله. ايش تسوون بالعراق؟ هنا الطرقاعه السوداء استاذ نجيب. هذا الشركه الصناعه تدعي ان عندها معمل، وهذا الصور اذا تشوفها يمكن انا اخذتها من حضرتك، هذا المعمل وهاي الشخصيات اذا تطلعوا يا شباب. زين هاي الوثائق اللي يمكم المعمل وهاي الصور واللي تم افتتاحها رسمي. شنو حقيقة هذا المعمل شيخ رحيم؟ والشباب راح يعرضون لنا هاي الصور من وثيقة 2 يا عمر. استاذ نجم هذا استاذ نجم نعم اكو شركة بريطانية اي هو طبعا المسؤول عنها فد واحد عراقي ادعى انه أي. يمتلك شركة بريطانية اي وهاي الشركة البريطانية تعاقدت مع وزارة الصناعة على انتاج معمل لسماد الدار. استاذ نجم على انتاج معمل لسماد الدار اي وبعد ما انتهى هذا العقد ويا وزارة الصناعة راحت وزارة الصناعة طبعا بمعية صاحب الشركة البريطانية اللي اسمها تربل اي راحوا عقدوا عقد ويا وزارة الزراعة ألزموا وزارة الزراعة على ما اعتقد على مدار 25 سنة أن يتم تجهيزهم بسماد الداب من المعمل الذي على أساس ينشأ في محافظة البصرة. زين هذا أصل العقد. زين لكن هذه الشركة حقيقة هي شركة وهمية لا هي بريطانية وليس لها علاقة. أستاذ نجم هذه شركة أخذت عقد بمليارات الدنانير ليس لها موقع إلكتروني. الله ينتقم عليكم إن شاء الله. إيش تسوون بالعراق؟ زين؟ اي باوع استاذ نجم اي اجا وزير الصناعه نعم انا ارسل هذا الان وزير الصناعه دا يفتتح المعمل. اسالك بالله حاطين له شريط طلع عنده وكلاء عنده مستشارين اي عنده مدير عام عنده متنفذين. زين انت شلون اقتنعت تقص الشريط؟ شلون اقتنعت تقص الشريط على معمل هسه اراويك يا استاذ نجيم صنع في جراج البصرة حدادية حمدان. اي اسألك بالله يعني ما ادري شلون يعني هاي وحدة استاذ نجم. اي الثانية ايضا الوزير باوع استاذ نجم الوزير وبمعية امرأة بريطانية على اساس هاي جاية من بريطانيا صاحبة المعمل جايبين ام وحدة شعرها اصفر عيونها خضر. زين اي هاي هم مقفينها يمي الوزير أي. وهذا مدير عام التجهيزات الزراعية أي. وهذا مدير عام التجهيزات الأسمدة الجنوبية وهاي على أساس هاي الأخت بريطانية الله وكيلك يمكن جايبينها من أمريدي بصابغينها ما أدري يمن وهذا الأخ الوزير. زين هذا افتتاح المعمل أستاذ نجم. أي أي هاي اثنين أي زين هنا باوع أستاذ نجم باوع مصيب هنا مدير عام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية يعني يحتفل بافتتاح المعمل ويتجول هنا مع الموظفين على اساس الاحتفال وهاي طبعا من مواقعهم الالكترونيه استاذ طالب كاسب الكاب من مواقعهم الالكترونيه اي زين هنا الطرقاعه السوداء استاذ نجم اي هذا الشركه العامه لصناعات الاسمده الجنوبيه هذا تشوفه خلي ياخذوا له صوره ويطلعوها حتى دارض وياك الصور دارض وياك الشباب بده يعرضوا لك ايش يقول هذا استاذ نجم تدري ايش يقول اي يقول هذا يقول وأوضح أن المصنع يعد الأول من نوعه في العراق لإنتاج سماد الداب يعني عندنا مصنع أول بالعراق والذي يتم إنشاؤه وفق عقد مشاركة مع شركة تربل أي بإنتاج هذا النوع من السماد. ولفت مدير العام أن المعمل يتكون من 3 خطوط ما اسمع أستاذ نجيب اولا مكائن ومعدات اوروبيه المنشئ هسه راويك اياها جراج حمدان اكرر بعد تقنيات حديثه بطاقه 500,000 طن سنويا شنو هذا على قولة فايق الشيخ علي. زين اي فاستاذ نجيب انه شنو المصيبه هنا هذا عقد الشراكه استاذ نجيب شلون عقد شراكه استاذ نجيب معمل لانتاج سماد الدار تسوي عقد شراكة
يعني معقولة 40 مليون عراقي اللي انت تمثلهم يا معالي الوزير، اي 40 مليون ب5% وواحد محتال زين تنطيه 95% من الارباح؟ يعني هاي الخرابة لو مالتكم تعطينا اياها بهاي السعر.